هاي ثاني مرة وأنا اللي أشارك، وأنتي تبيعيني عشان الغريب؟ يجي مسعود ويدفع مهر مثل الناس. عملنا لك عرس مع أختي، ماشي عدوه ابن عمي، ما بش أحسن منه. وانتزع عليك إلا دلع بنات. مش دلع بنات يا عم، أنا مش هتزوج من مسعود، وإذا مسعود ما يبداش يسمع مهري أنا مش هتزوج نهائيا. بالشر حل الأربع، وقد ربنا مثنى وثلاثة وأربع. بمن عبني شوثاق من شوقف معي؟ شلقت معاك يا عمك برزوق؟ دحين عمك برزوق هذا فاضي لي يدور معك حق المدبر هذا. مالك نوريا؟ سفريش يكون كذا لمدة سنة، كأني غلق عيوني وفتحك يعني، وأكون في موسم قني البوم عند ولادتك ببوم. تعيشين على الكذب من عادنا صغير، وكل العيال يضحكوا علي ويقولوا لي أبوك مالوس. أبوك موجود يا نشوان، وينه موجود؟ لو هو موجود ما كنتش تكذبي عليه وتكذبي على نفسك نشوان. تعال شوف ابنك كيف كبر واستوى رجال، هو اللي يجني البن. متى بترجع يا مسعود؟